إلقاء القبض على عشرات الإرهابيين بمخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال عملية الإنسانية والأمن المتواصلة لليوم الثامن توالياً. قوات الحكومة السورية تطلق الرصاص على مجموعة من المتظاهرين في ريف حمص وسط البلاد. مقتل وإصابة العشرات بغارات أمريكية استهدفت مواقع لفصائل تابعة لإيران في كل من سوريا والعراق. وسط استمرار القصف الإسرائيلي والمعارك العنيفة، وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل أكثر من 27,200 منذ 7 أكتوبر. إسرائيل وحركة حماس تنفيان قرب توصل اتفاق بشأن تبادل المحتجزين والأسرى. الولايات المتحدة وبريطانيا تشنان غارات جوية على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة اليمنية. أوكرانيا تستهدف منشأة للطاقة في جنوب روسيا وتعلن إسقاط عدة مسيرات روسية استهدفت منشأة للطاقة وسط البلاد.